بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي طلبة المرحلة الثالثة، نستكمل معكم محاضرات التحليلات الهندسية. طبعا لحد الآن احنا خدنا تحليل التحليلات الهندسية اللي هي تحويل الأبلاس وتحويل الزيت، أما الآن راح نستكمل المنهج بالتحليل العددي اللي حيضمن ثلاث مواضيع إن شاء الله. الموضوع الأول هو حل المعادلات اللاخطية، solving non-linear equations. هذه راح ناخذ بها طريقه واحده اللي هي طريقه تنصيف الفتره، نسميها ما تسمى بالبايسكشن ميثود. شنو مفهوم هذه الطريقه؟ هنا لو تلاحظون المنحنى هذا سميته اف اوف اكس، مثل ما تشوفون يقطع محور اكس في نقطه، عند هاي النقطه تكون قيمه الاف اوف اكس تساوي صفر. فاحنا نريد نحل المعادله اللا خطية اللي اسمها f of x اللي هي بدلالة متغير x اللي تساوي صفر. حل المعادلة راح يعطيني قيمة x بهالمكان اللي تخلي لو عوضناها بالمعادلة f of x تخلي قيمة f of x تساوي صفر. إذا احنا هدفنا ندور على هاي القيمة، قيمة x جت قيمتها اللي تخلي قيمة الدالة تساوي صفر. الطريقة اللي معتمدة هنا نسميها bisection method اللي هي طريقة تنصيف الفترة. شنو مبدأها؟ انه اني اجي احصر النقطة هذه ضمن مكانين اللي تكون هنا at x equal to a وبالمكان الاخر x equal to b، واشوف انه الدالة بنقطة a لازم تكون سالبة، اذا كانت سالبة فلازم نقطة b تكون عندنا موجبة. يعني الدالة بهذا المكان تكون سالبة وتكون هنا موجبة، معناها اكو عملية تحول بالاشارة من السالب للموجب، معناها ضروري مرت على محور x خلت الدالة تصير قيمتها صفر. وبالعكس لو كانت هنا الدالة بالبداية موجبة وبالجهة الثانية سالبة، أيضا صار تحول من الموجب إلى السالب وأصبحت الدالة في المكان قيمتها صفر. إذا لازم أكو تحول بالإشارة من سالب إلى موجب أو من موجب إلى سالب حتى تمر في مكان ما يصير قيمة الدالة صفر. الشرط اللي بستخدمه بهذه الطريقة أنه قيمة الفنكشن وإشارة الفنكشن هنا بالأي نسميها f of a هنا مثلا سالبة والf of b موجبة، حاصل ضربهم دائما يكون تصير قيمته شنو؟ قيمة أقل من الصفر، معنى هذا سالبة هذا بكون موجبة، وإذا هذا موجبة تكون هاي سالبة. هذا دليل أنه معناها أكو ضمن a و b أكو قيمة لقيم x تخلي قيمة الفنكشن تساوي ايش قد؟ تساوي صفر. طبعا تنصيف الفترة معنا شنو؟ راح نجي نحسب نضيف اي زائد ب نجمعهم ونقسمهم على اثنين نطلع قيمة الروت. هذا قيمة الاكس عندما اكس تساوي ار نسميها روت، هي حاصل جمع اي زائد ب على اثنين نسميها تنصيف الفترة او البايسكشن. الشرط اللي نحن نعتمده هو كالتالي: اذا كان حاصل ضرب الاف اوف اي اللي بالبداية في اشارة الدالة عندما اكس تساوي ار، اذا كان حاصل ضربهم يكون ثلاث حالات، اما اقل من صفر واما اكبر من صفر واما يساوي صفر. اذا كان حاصل ضربهم سالب ايش راح نسوي؟ اذا كان حاصل ضربهم يعني الاف اوف ار تلاحظ شلون، والاف اوف اي اذا كان سالب ايش راح نسوي؟ الفتره راح تنحصر بين شنو؟ بين اي وبين الاي حتبقى اي والبي حتساوي لنا ار. اذا كان حاصل ضربهم موجب راح يصير عندنا كان حاصل ضربهم موجب راح يصير عندي ال A حتساوي R وال B تساوينا B. أما إذا كان حاصل ضربهم يساوي صفر معناها الروت طلعناه هو قيمة R اللي هي القيمة الحقيقية اللي نحتاجها. طبعا هذا راح نمثلكم ياسب مثال ونوضحها في شرح. الإيرار اللي هنا أكو إيرار لأنه الطريقة حصل طريقة اتريتف نسميها، خطوات عدد من الخطوات اللي حنسويها نوصل للحل الصحيح. اكو ايرور نقدر نعتمده في الحل، يعني نوقف الحل عند ايرور معين. شلون نحسبه؟ الروت الجديد ناقص الروت القديم على الروت الجديد والمطلق بطه في 100%. خلينا نوضح لكم الفكره شلون مالها الطريقه. يعني اذا عندي هاي اف اوف اكس، هاي نسميها اف اوف اكس، والاف اوف اكس هذا ارسمها ويا اكس، لاحظ شلون اف اوف اكس ويا اكس، وكان شكل الداله هذا شكل الداله اوكي، واخذنا بين نقطة A تساوي صفر بين نقطة B تساوي لنا واحد فرضا، A صفر والB واحد. عند الA صفر كانت قيمة الفانكشن سالبة، وعند الB تساوي لنا واحد كانت قيمة الفانكشن هنا في المكان كانت موجبة.
إذن التحول من السالب للموجب أكيد الدالة مرت في نقطة ما هنا بهالمكان تكون عندي قيمة الـ f of x تساوي شنو؟ تساوي صفر. فش حنسوي إحنا؟ راح نجي نأخذ أي زائد b نجمعهم يصير قيمته واحد، نصها صير جد صير نص. هذه قيمة الـ r تساوي نص هنا في المكان. نأخذ قيمة الـ r نص ونعوضها بالفنكشن ونشوف شكل الدالة f of r. إذا طلعت سالبة معه طلعت سالبة معناها التغيير من السالب للسالب هذا المكان ما كروت. وعليش حنسوي إحنا؟ راح نستبعد إنه الدالة لها روت بهذا المكان وروح ندور على الروت منين لوين، ندور على الروت من هالمكان لهالمكان. يعني صار هسه الروت انحصر بين 0.5 وبين الواحد. ليش؟ لأنه هنا من السالب للسالب نفس الإشارة، تعرف شلون؟ فبقت الإشارة سالبة، ما مرينا على محور الX axis، وبالتالي فرح بهالمكان نستبعد أن نجد روت بهالمكان. فبدل ما أدور على الروت من الصفر للواحد، راح أدور على الروت منين لوين؟ من 0.5 للواحد. هاي معناها طريقة نصفت الفترة. أنا هعيد العملية مرة ثانية. راح أبدي منين؟ الأي حصير على الأي تساوي R، الR الجديدة. شو شلون؟ والبي تساوي البي نفس القديمة. تعرف شلون؟ لذلك أنا قلنا شوف بالشرط شو نروح كنا على الشرط إيش قلنا؟ قلنا إذا كان حاصل ضرب الـ f of a بالـ f of r كان موجب الـ a شو نطيها قيمة من؟ قيمة الـ r طلعناها قبل شوية، والـ b تبقى نفس الـ b. بمعنى آخر الـ f of a هنا قيمتها شنو؟ صفر. وهنا شنو؟ يعني لفوا سالبة، وهنا الـ f of r أيضا سالبة. سالبة بالسالب شو طلع الجواب؟ طلع موجب، اللي هو هذا الموجب نحكي عنه. فالخطوة اللاخرة شو حسوي؟ بدل ما اخذ اي صفر اخذ اي قيمه، قيمه r. فش حقول؟ اقول اي تساوي r، وبقيت البي نفس البي القديمه. هسه اعيد الكره مره ثانيه، راح اخذ شنو؟ 0.5 زائد 1 1.5 تقسيم 2 0.75 وادور على الروت. فاذا كانت قيمه الاف اوف r بهذا المكان ايضا سالبه، شوف شو حسوي؟ اذا كانت ايضا قيمتها سالبه شو حسوي؟ راح الغي الفتره هذه بعدين هنا كانت ايضا سالبه، راح ألغي هاي الفترة وأظل أدور على الروت منين؟ من R 0.75 إلى حد الواحد. أوكي؟ هاي الفترة أيضا حستبعدها، راح أجمع 0.75 ويا الواحد وقسمهم على اثنين، تعرفت قيمة هنا له. شوف شلون قيمة هنا له. بالنص. لما أجي على هالمكان حتطلع بهذا المكان المعوض الدالة، تطلع قيمة الدالة تطلع موجبة. زين؟ فمعناها الـ f of a سالب من أضربه بالموجب شو يطلع الجواب؟ يطلع سالب. شو اللي الإجراء أسويه؟ الـ a أبقيها a مثل ما هي، أبقيها 0.75، بس الـ b راح ألغي الفترة هذه، هذا راح ألغيها كليتها وأدور على من؟ أدور على الروت بها فترة منها هنا. فش راح أقول؟ أقول الـ a تبقى a هنا، لكن الـ b حسوي شنو؟ سوينا r، يا r r طلعناها قبل شوية ما الحاصل جمعهم اثنيناتهم اللي هي هذه R بالمكان. وهكذا إلى نصل إلى مستوى إرار معين نتوقف به بالحل. هذا نسميه طريقة تنصيف. معناها أنا جاء أحصر الحصر، يعني من هنا الحصر من صفر الواحد حصرته من النص للواحد، بعدين حصرته من 0.75 للواحد، بعدين حصرته من 0.75 إلى 0.875، معناها نقطة من تبعهم غير واحد قسم على اثنين يطلع 0.875. أوكي؟ فراح اجمع حصر وهكذا الى ان نوصل الى الروت. المثال راح ناخذه هسه نشرح بهذه الطريقه يكون كالتالي. المثال كالتالي: find the root of fx يساوي x تك a زائد 3x ناقص 2 للفتره من 0 الى 1 بإرار مقداره اقل من 3%. فراح نسوي جدول، لاحظوا جدول ما كالتالي. هنا الآن الخطوة، الآن هي الخطوة الأي البداية، هاي من إلى يعني من إلى نقصد من أي إلى بي. الأي صفر والبي واحد، فراح نجمعهم اثنيناتهم مقسم على اثنين يطلع الآر 0.5. قيمة الفنكشن لما اكس تساوي أي، يعني لما اكس صفر
عن كل اكس عوض صفر يطلع صفر صفر ناقص يطلع جواب سالب. فنكتب هنا جواب سالب. نجي ناخذ ال 0.5 نعوضها. ناخذ الار سالب 0.5 ونعوضها. هنا ال 0.5 تكعيب زائد 3 في 0.5 ناقص 2 ونشوف الجواب. يطلع لنا الجواب، يطلع لنا الجواب سالب. طبعا بالحاسبه انا ما احتاج القيمه بس احتاج الاشاره. وحاصل ضرب سالب بالسالب شو يطلع الجواب؟ يطلع الجواب موجب. طالما الجواب موجب ايش راح نسوي؟ حكينا قبل شويه الاي تبقى الخطوه الثانيه، البي تبقى واحد لكن الاي تاخذ قيمه ال 0.5 ونطلع الروت. نجمع واحد وزائد 0.5 يطلع 0.75. الاف اوف اي هنا سالبه. ليش؟ لانه مع 0.5 قبل شوي شيكناها سالبه. ناخذ ال 0.75 نعوضه وين؟ بدل كل اكس يصير 0.75 تكعيب زائد 3 في 0.75 ناقص 2 يطلع الجواب. لو شفناه يطلع الجواب موجب. وحاصل ضربهم يطلع الجواب شنو؟ سالب. هنا أنا ما دام طلع الجواب سالب بالخطوه الثالثه ايش حنسوي؟ ال 0.5 تبقى 0.5 ما غيرها لكن البي راح تاخذ قيمه 0.75. شفنا؟ طالما طلع حاصل ضربهم سالب الاي تبقى اي لكن البي تاخذ قيمه من قيمه الار. نجمعهم سويت لهم نقسمهم على 2 يطلع 0.625. قيمه الفانكشن عند الاي، عند الاي هنا سالبه لانه بدل كل اكس اخذ اي وعوضها بالداله هذه يطلع جواب سالب. بينما هسه اخذ قيمه الار وعوضها هنا واشوف الجواب يطلع عندي شنو هنا؟ يطلع الجواب موجب. وموجب بالسالب يطلع الجواب سالب. الخطوة الرابعة شو نسوي؟ الـ A تبقى هنا أنا 0.5 ما نغيرها لكن الـ B راح تاخذ 0.625. شوف شلون؟ الـ A بقيتها مثل ما هي لكن غيرت. ليش؟ لأن طلع الجواب سالب. راح أجمع الـ 0.5 مع الـ 0.625 وأقسمهم على 2 يطلع 0.5625. الـ F of A سالبة. أوكي سالبة. ولما اجي على الاف اوف ار بهذا المقدار هذا المكان يطلع الجواب شنو؟ يطلع الجواب سالب. فالسالب بالسالب يطلع الجواب شنو؟ موجب. ما دام طلع الجواب موجب قلنا شنو نغير؟ الخطوه الخامسه البي بقيها 0.625 ما حغيرها لكن الار اعطيها المن للاي فيصير 0.5625. أجمعهم سوية وقسمهم على 2 يطلع 0.5975. لف اوف اي سالبة. من اخذ الار هذا عوضها بالدالة يطلع الجواب ايضا سالب. من الحاصل ضربهم شو يطلع الجواب؟ يطلع موجب. من يطلع موجب شو نسوي؟ قلنا الخطوة السادسة البي تبقى مثل ما هي 0.625 لكنه هذا ياخذ هنا 0.59375. من أجمعهم قسمهم على 2 يطلع 0.6093 75. الف اوف اي سالبة. هنا طلع الجواب مات الار طلع الجواب موجب طلع سالب. طيب احنا هنستمر الى كم خطوة؟ هنا هنحدد الايرور. شلون نحسب الايرور؟ هنا الايرور بالخطوة الاولى ما عندي ار اولد وار نيو. لان الايرور شو يسوي قانون الايرور؟ ار اولد ار نيو ار نيو ناقص R old على R new ومطلق مالتهم في 100%. الخطأ النسبي يقول اوكي خطأ نسبي المئوي. هنا هنا شلون نحسب الايرور؟ صار 0.75 اللي R new ناقص 0.5 اللي هي ال R القديمة مقسوم على شنو؟ على 0.75 ومطلق مالتهم في 100%. لو حسبنا يطلع الجواب جيد يطلع 33%. من نرجع هنا الايرور بخطوه ثالثه راح نطرح 0.625 ناقص 0.75 ونقسم على 0.625 نضربه في 100% يطلع الجواب يطلع هنا 20%. الخطوه اللي بعدها راح نطرح الار نيو هي هذه ناقص الار اولد ونقسم على ار نيو نضربه في 100% نشوف قيمه الايرور يطلع 11%. هنا أنا راح نقول 0.597 هذا الار نيو ناقص هذا الار اولد على ار نيو ونقسمه على ار نيو نضربه في 100% يطلع 5%. الخطوه اللي بعدها
0.603 هذا الار نيو ناقص الار اولد مقسم عليها الار نيو ويطلع الجواب اللي تلاحظه هي 2.5%. احنا بالسؤال قلنا اريد الايرور حد قيمه 3%، طالما صار 2.5% اقل من 3 راح نتوقف. هنا راح نتوقف نقول اذا هذه هي قيمه من، هذه قيمه الروت، هذه قيمه الروت. او قد يقول لك يعني هاي واحده من الطرق انه شلون نوقف الحل، شوف الحل هو اتريتيف نسميه خطوات، هذا نوقف الروت بهذا الاسلوب من الايرور، او قد نقول لك يعني للطالب لحد 6 خطوات يكفي ونطلع قيمه الروت. اذا هنا اكس اوف روت سوينا بمعنى انه هاي القيمه لو اخذناها عوضناها بالمعادله هنا المفروض يطلع الجواب يساوي شنو، يطلع الجواب 0. هذه هي الطريقه اللي معتمده في حل المعادلات اللا خطيه. نلتقيكم في محاضره اخرى في التحليل العددي ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.